ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء والمشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. نواصل مواضعنا فيما يتعلق شروط تطبيق مسطرة الوقاية الخارجية، واللي شفنا أن تطبيق هذه المسطرة على المقاولة التجارية سواء كانت مقاولات فردية أو مقاولات جماعية أي شركات، حتى ولو كانت هذه الشركات لا تتمتع بالشخصية المعنوية كشركات المحاصة، خلافا للوقاية الداخلية التي لا تطبق إلا على الشركات ذات الشخصية المعنوية. وقلنا هذه الشروط ديال تطبيق مسطرة الوقاية الخارجية تترجح بين أو بل لا بد من توافر هذه الشروط، أن المقاولة كشرط أول المقاولات الخاضعة للوقاية الخارجية كشرط أول، وأيضا أن تكون المقاولة أنها تواجه صعوبات كشرط تالي، والشرط الثالث هو عدم توقف المقاولة عن سداد ديونها. وهذا الشرط الثالث بعد ما شفنا الشرط الأول بتفصيل والشرط الثاني بتفصيل، غنشوفو هاد الشرط الثالث هو عدم توقف المقابلة عن سداد ديونها كشرط ثالث لتطبيق المسطرة. إذن بالإضافة إلى هاد الشرطين السابقين وهما اللي ذكرناهم، أن تكون المقاولة تجارية سواء كانت فردية أو جماعية، وأن تواجه صعوبات من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها، لا بد لتطبيق مسطرة الوقاية الخارجية كشرط ثالث هو أن تكون المقاولة غير متوقفة عن أداء ديونها، ذلك أن مواجهة المقاولة لصعوبات لا يعني أنها متوقفة عن دفع ديونها، بل المقصود بالصعوبات هذا هو فقط ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها مع بقائها قادرة على الوفاء بديونها. أما إذا توقفت فعلا عن هذا الوفاء فإنه لا محل لتطبيق مسطرة الوقاية الخارجية، بل يقتضي الأمر والحالة هاته الانتقال إلى تطبيق مسطرة المعالجة ما لم تكن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، حيث يتم الالتجاء مباشرة إلى مسطرة التصفية القضائية والتي سنراها في الحصص اللاحقة إن شاء الله. إذن بشكل عام قلنا أنه إذا ما كانش المقاولة وفات بديونها فلا محل لتطبيق مسطرة الوقاية الخارجية، ويقتضي الأمر والحالة هذه الانتقال إلى تطبيق مسطرة المعالجة ما لم تكن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، حيث يتم الالتجاء مباشرة إلى مسطرة التصفية القضائية. إذن إلى هذا الحد نكون قد وصلنا إلى نهاية العرض، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، وأضرب لكم موعدا لاحقا إن شاء الله، وبالتوفيق والنجاح.